الله معك. الاعتراف رقم 133 يقول: هل صلب يسوع في اليوم الذي سبق أم في اليوم الذي تلا تناول وجبة الفصح؟ يقول المعترض بأن يوحنا 19 في الآيات 14 إلى 16 تتناقض مع مرقس 14 في الآية 12 و 15 في الآية 25. نقوم في البداية بقراءة الآيات التي ذكرها المعترض، فنقرأ في يوحنا 19 في الآيات 14 إلى 16: وكان استعداد الفصح ونحو الساعة السادسة، فقال لليهود: هو ذا ملككم؟ فصرخوا: خذه، خذه، اصلبه. قال لهم بيلاطس: أأصلب ملككم؟ أجاب رؤساء الكهنة: ليس لنا ملك إلا قيصر. فحينئذ أسلمه إليهم ليصلب، فأخذوا يسوع ومضوا به. ونقرأ في مرقس 14:12 و15:25: وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ وكانت الساعة الثالثة فصلبوه. لقد ارتكب المعترض مغالطة المفارقة التاريخية للمعنى، إضافة إلى الفشل في القيام بقراءة دقيقة للآيات والنصوص. إن الإجابة ليست إجابة من بين هاتين الإجابتين اللتان قام المعترض بتقديمهما. فيسوع المسيح له كل المجد قد صلب في يوم الفصح، وذلك بحسب الحساب اليهودي أو العبري. وهنا يجب أن نتذكر بأن اليوم بحسب التقويم العبري يبدأ في المساء ويستمر حتى مساء اليوم التالي. واحتفال الفصح يقام في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان، وهذا ما يرد في سفر العدد 9 في الآيات 3 و5. هذا يعني أن يسوع قد تناول عشاء الفصح مع تلاميذه في العلية مساء الخميس، حيث قام بغسل أرجلهم بعد العشاء، ثم بعد ذلك خرج إلى بستان جثيماني حيث ألقي القبض عليه. وفي صباح اليوم التالي، أي في يوم الجمعة، أرسل إلى بيلاطس الذي أرسله ليصلب. هذا الأمر قد حدث قبل غروب الشمس في يوم الجمعة، أي أنه لا يزال في يوم الفصح الذي يتبع بسبعة أيام الفطير التي لا يؤكل فيها خمير، وهذا ما يرد في سفر الخروج في الأصحاح 12 في الآيات 6 و8 و18: ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية، ويأكلون اللحم تلك الليلة مشويا بالنار مع فطير على أعشاب مورة يأكلونه. في الشهر الأول في اليوم الرابع عشر من الشهر مساء تأكلون فطيرا إلى اليوم الحادي والعشرين من الشهر مساء. وبالتالي فإنه لا يمكن أن يكون المسيح قد تناول الفصح قبل عيد الفصح كما يحاول المعترض أو يحاول بعض المفسرين أن يقولوا. إن هذا السرد يتوافق مع ما ذكر في مرقس 14:12 و15:25. أما الآيات الواردة في يوحنا 16 وهي الآيات 14-16 تشير إلى أن المسيح قد صلب في استعداد الفصح. وهنا نجد أن المعترض قد افترض بأن الفصح سوف يكون في اليوم التالي ليوم الصلب، إلا أن النص لا يقول بهذا الأمر ولا يحدد عيد أو تاريخ عيد الفصح، بل يتحدث عن استعداد الفصح. والكلمة اليونانية المستخدمة لتشير إلى الاستعداد هي الكلمة باراسكوي. هذه الكلمة استخدمت 3 مرات في يوحنا، وفي كلا الموقعين الآخرين عدا عن هذه الآية كانت تشير إلى السبت الذي يقع في أسبوع الفصح، حيث أن الأسبوع الذي يلي يوم الفصح يحمل طابعا مميزا ويقدم فيه الكهنة الذبائح، وهو يشمل ضمن ما يعرف باحتفال الفصح. هذا الأمر يتضح أكثر من خلال قراءة الموضعين اللذين وردت فيهما هذه الكلمة، وهما يوحنا 19:31: ثم إذ كان استعداد فلكي لا تبقى الأجساد على الصليب في السبت، لأن يوم ذلك السبت كان عظيما، سأل اليهود بيلاطس أن تكسر سيقانهم ويرفعوا. ويوحنا 19:42: فهناك وضعا يسوع لسبب استعداد اليهود، لأن القبر كان قريبا.
إن هذا الأمر يظهر من خلال دراسة النص اليوناني بشكل أوضح، ونجد انعكاس ذلك في عدد من الترجمات الإنجليزية للكتاب المقدس وفي الترجمة اليسوعية العربية، إلا أن المعترض لم يكلف نفسه عناء البحث ودراسة الآيات ضمن سياقها التاريخي، إنما اعتمد على مخيلته في تحديد معنى النص بالشكل الذي يخدم ادعاءه بوجود تناقض. المجد لله، والله معك.